بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، منطقة جازان، محافظة ضمد، أرض الخير والعطاء. هذا خلق الله. إنها شجرة المورينجا، الشجرة المعجزة، شجرة الحياة، شجرة البان، شجرة اليسر، شجرة العافية، هيجة الشفاء. سبحانك ربي ما أعظمك. مختلف أنواع الفيتامينات، مثل فيتامين A، فيتامين B، B1، B2، B3، B6، C. سبحانك ربي ما أعظمك. مختلف أنواع المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك، وأيضا عناصر مختلفة مثل البروتين. هذه الشجرة العظيمة فيها حسب كلام المتخصصين وأبحاث العلماء 7 أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال، 4 أضعاف فيتامين اي الموجود في الجزر، 4 أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب. بالنسبة للمورينجا، المورينجا نبتة فريدة جدا، يعني خلافا وتميزا على كثير من النباتات، على نسبة عالية جدا جدا من كل ما يحتاجه الإنسان من الفيتامينات، وتحتوي على 18 حمض أميني من الأحماض الأمينية المكونة للبروتينات، فهي في هذا المنطلق يعني تتميز. يعني نسبة الفيتامين سي الموجودة في المورينجا أكثر ب4 أضعاف تلك الموجودة في البرتقال، والبرتقال مشهور بفيتامين سي، ونسبة الموجود في فيتامين A أكثر من الموجود في الجزر، وهكذا. يعني لو تكلمنا في هذا الشأن نستطيع نصف المورينجا بأنها يعني فيها العجب والعجاب من هذه الناحية. هذا يعطي جسم الإنسان، يعني تناول المورينجا يعطي جسم الإنسان ما يحتاجه من مواد غذائية، وفي الأخير يعني يحصل جسم الإنسان على هذه المواد، فيقوم بتفعيل الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض بصورة أكثر فعالية. ربما أغلب المشاهدين ما يعرفون يعني شجرة المورينجا، فلتعرف المشاهدين. طبعا شجرة المورينجا هذه لها عدة أسماء وهي معروفة في المنطقة، من ضمن أسماء شجرة المورينجا يسموها في المنطقة شجرة اليسر، شجرة اليسار، شجرة البان، هيجة الشفا، يسموها في المنطقة هنا برضو يسمونها صيدلية الصحراء، يعني لفوائدها العجيبة. يعني هي لها فوائد؟ نعم لها فوائد، لها أبحاث عالمية على مستوى العالم، ومن ضمن يعني الفوائد اللي مشتهرة فيها علاج مرض السكر وعلاج الضغط وتخفيض الوزن. طبعا عندنا هنا شجرة المورينجا أو عشبة المورينجا، هذه عشبة مزروعة هنا في منطقة جيزان، طبعا جديدة على المنطقة، وزراعتها فيها يعني سهولة كبيرة، يعني بالإمكان يعني الواحد يزرعها. زرعناها هنا طبعا، والآن شوف عندك الصورة هذه من الزراعة اللي موجودة عندنا هنا، متواجدة في المؤسسة هذه أو المزرعة هذه تقريبا 20,000 شجرة. ومن فوائد المورينجا عندك الفوائد اللي هنا، فوائد شاهي المورينجا أوليفيرا، زيادة المناعة في الجسم، تنشيط الذاكرة، ووقاية عامة للصحة، مقوي للنظر، منشط للكبد، مخفف للالتهابات، مهدئ للأعصاب، ويستخدم برضه لعلاج مرض السكر وعلاج الضغط. ومن استخداماتها برضه يعني تستخدم في التخسيس، تخفيف الأوزان، لها استخدامات كثيرة.